نتواصل معكم والمزيد مع ضيفتي السيدة لينا قنوة، محلة أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب، ضيفة معي من عمان. أهلا ومرحبا بك معنا لينا. أبدأ بالحدث الأبرز، اجتماع الفيدرالي الأمريكي. هل تتوقعي لينا بأنه الفيدرالي يحمل اليوم لغة مختلفة، وبالفعل سنسمع إشارات بمتى سيبدأ بتطبيق رفع أسعار الفائدة أو السياسة التجديدية؟ اهلا بك رولا. بالفعل الحديث المرتقب والانظار متجهه الى اجتماع الفدرالي الامريكي الذي سينتهي يوم غد يوم الاربعاء. بالفعل هناك تاكيد على سياسه لهجه الفدرالي الامريكي في اخر اجتماع له. هل سنسمع المزيد من الاتضاحات حول تقليص برنامج شراء الاصول المتوقع ان يكون في الربع الرابع من عام 2000 ونهايه عام 2021؟ أيضا كان هناك حديث عن توقعات برفع أسعار الفائدة في عام 2023. هل سيكون من سنسمع من الفدرالي الأمريكي تأكيد على تلك اللهجة التي استبدلها في آخر اجتماع له؟ ماذا سيتحدث عن التضخم الذي ارتفع إلى مستويات القياسية 5.4%؟ هل سيغير من لهجته بعد يعني وسيبقى على لهجته المستمرة عن أن التضخم عابر ومؤقت؟ يعني التضخم يعني بشكل عام وصل إلى مستويات قياسية، والمستويات المستهدفة تركها أكثر من 2%. ليس من المتوقع أن ينخفض إلى المستويات 2%، لأن لا ننسى أنه لدينا أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات قياسية، فبالتالي كلها أثرت على أسعار التضخم. هذه الارتفاعات بشكل عام أسعار السلع التي ارتفعت إلى تلك المستويات نتيجة السياسات أيضا التحفيزية التي قامت بها الحكومة الأمريكية، سواء من البنك الفيدرالي الأمريكي والحكومة الأمريكية. فسوف يكون متوقع أن يكون هناك تأكيد وإيضاحات حول تقليص برنامج شراء الأصول، والمتوقع أن يكون هناك يعني تقليص لهذا البرنامج في الربع الرابع من هذا العام، فبالتالي سيكون له تأثير بالطبع على مؤشر الدولار الأمريكي. إذا أي تقليص لبرنامج شراء الأصول سيكون هناك دعم لارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، سنرى ارتفاعات على هذا المؤشر، وبالتالي ستتأثر العملات المقابلة للدولار الأمريكي. طيب لينا، طبعا موسم إعلان النتائج أسهم قطاع التكنولوجيا تبرز، لدينا تسلا لأول مرة تفوق فيها الأرباح المليار دولار، إلى أي حد لربما هذا يقود المزيد من المؤشرات الأمريكية لتحقيق مستويات قياسية؟ وسنستمر أيضا في رصد هذه المتغيرات، يعني لا شيء سيوقف ما تم تسميته في وقت سابق بأنه يمكن يكون فقاعة في المؤشرات. نعم، بالنسبة لي سهم تسلا الذي حقق ارتفاعات قبل إعلان نتائج، اليوم نرى ارتفاعات قبل افتتاح السوق الأمريكية لسهم تسلا بأكثر من 1%، بنتيجة القفزة التي حققتها، في أكبر قفزة له تحققت بمليار دولار سنويا، بالرغم من نقص الرقائق وأرقام يعني وأشباه الموصلات التي أدت إلى تراجع عدد من الشركات. بالتالي من المتوقع أن تحقق شركة تسلا ارتفاعات في حال تم السيطرة على فيروس متحور دلتا. إذا تمت السيطرة بالفعل الكاملة على متحور دلتا سيكون هناك ارتفاعات للسهم، لأنه حقق ارتفاعات بأكثر من 1.4 ربحية هذا السهم، بالرغم من كل العوامل الضاغطة على قطاع السيارات من نقص الرقائق، والمتوقع أن يستمر نقص الرقائق خلال الفترة المقبلة. فالارتفاعات المتوقعة إذا تم السيطرة على المتحور دلتا هي بسبب الطلب
الرائعة والطلب العالمي على السيارات، فبالتالي سيدعم ارتفاعات السهم. بالنسبة لمؤشرات الأسهم الأمريكية بالفعل حققت أعلى مستويات على الإطلاق، وما زالت الاستمرارية في هذه الارتفاع، وهناك شهية بالفعل لأخذ المخاطرة، ونحن نسمع نتائج الشركات جدا إيجابية، وسنسمع هذا الأسبوع مؤشرات أبل، ألفابيت، فيسبوك، كلها ستعلن عن نتائجهم المتوقع أن تأتي فوق التوقعات. بالتالي هذه الإيجابية في نتائج الشركات ما زالت تدعم الأسهم الأمريكية. إلى أي مدى سوف تستمر هذه الارتفاعات؟ طبعا يظهر أن المؤشرات ما زالت مستمرة في هذه الارتفاعات، لكن تضخمت بالفعل تلك الأسهم، ولكن نتيجة كل هذه العوامل الإيجابية اللي عم تدعم سواء من نتائج الشركات سواء من الحزم التحفيزية التي ما زالت مستمرة من قبل الفدرالي الأمريكي، ولن يقوم بتقليص يعني الفدرالي الأمريكي بسياسته التحفيزية. حتى لو تم رفع أسعار الفائدة سيكون بربع نقطة مئوية، لن تكون هذه الارتفاعات الكبيرة التي ستؤثر، بالتالي ما زالت الإيجابية متوقعة على الأسهم الأمريكية. طب ننهي الحديث بالنفط، إلى أي حد تعتقد أن المتحور دلتا سيدفع الأسواق إلى المزيد من التكهن بأنه في شحف المعروض؟ لا تنسي أيضا أنه تعافي الطلب سينقذ اتفاقية أوبيك بلس الأخيرة. نعم، بالنسبة لأسعار النفط اليوم يعني ارتفعت بعض الخسائر التي مويت بها أو تراجعات التي جاءت في أول بداية هذا الأسبوع لأسعار النفط بسبب المخاوف من فيروس دلتا المتحول، لكن عم تضيق يعني هذه الخسائر بسبب أنه هناك تفاؤل بشأن الطلب العالمي على النفط، توقعات بأنه الاستهلاك عم يصل إلى مستويات 2019، وأنه الطلب العالمي عن النفط سوف يعود تقريبا إلى مستويات ما قبل جائحة الكورونا. نتحدث عن مستويات فوق 99 مليون، وربما يصل تلك المستويات للطلب العالمي. فإلى يعني قبل الجائحة نحن وصلنا إلى 100 مليون، وزائد أنه اتفاقية أوبيك بلس عم تلعب دور أيضا، هذه الزيادة ب 400 ألف برميل يوميا يعني بزيادة تدريجية هي أيضا تساهم في دعم ارتفاع أسعار النفط، وأنه تنبؤات أيضا أن المعروض سيبقى شحيحا إلى بقية العام. فكل العوامل عم تدعم أسعار النفط، والتفاؤل بشأن الطلب العالمي سبب من أسباب ارتفاع النفط، وأيضا المخاوف التي يعني المتحور دلتا هناك مخاوف، لكن الإغلاقات الاقتصادية يعني من غير من المتوقع أن يكون فيها إغلاقات اقتصادية كالإغلاقات السابقة التي شهدناها خلال الجائحة الكورونا. شكرا جزيلا لك ضيفتي من عمالي ناقل نوع محللة أسواق عالمية في مجموعة إيكوتي جروب.